وللوقوف على آخر تطورات المشهد في السودان بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع هدنة من طرف واحد ودخول الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على خط الصراع، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السوداني حسن إسماعيل. حياكم الله أستاذ حسن. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا. أهلا بك أستاذ حسن. بداية، كيف يمكن قراءة هذه الهدنة الذي أعلن عنها قائد قوات الدعم السريع، وما الهدف منها في هذا التوقيت؟ مرحبا. في الحقيقة تقرا على انها استهبال سياسي ليس جديدا على حميتي وليس جديدا على قوى التمرد ان تعلن مثل هذه القرارات. يعني المهزلة الاولى والاكبر عندما قالوا ان هذا التمرد من اجل جلب الديمقراطية والدولة المدنية للسودان، ومذ تتناسل المهازل وتتناسل التصريحات المضحكة والمريبة. يعني هم عصر اليوم مثلا قاموا بمحاولة الهجوم على محطة أو وادي سيدنا، هذه قاعدة الطيران الحربي عصر هذا اليوم، يعني قبيل ساعات. فما لا 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 توجد مصداقية، بل أن هذه القوى أيضا هي ليست واعية وليست مدركة بمعنى هذه التصريحات التي تقولها، ولا يمكن الاعتداد بها ولا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن البناء عليها. ولكن هناك من يرى أن حميدتي أحرج قائد الجيش بهذا الإعلان، إعلان الهدنة، خاصة أنها أتت من طرف واحد، أحرجه أمام الرأي العام سواء العربي أو السوداني. غير صحيح البتة. الرأي العام السوداني أصبح يمقت أيما مقت مفردة هدنة هذه، بل أن الرأي العام السوداني خرج قبل يومين، يوم الجمعة، في مسيرات هادرة في ولاية الخرطوم وفي بعض الولايات الأخرى، كان هتافه هتافا واضحا أنه لا يريد هدنة. كان الهتاف بالهاون لا للهدنة، بل هاون هذا نوع من أنواع الأسلحة التي تستخدمها الجيوش في الحروب. إذن لا يوجد حرج، بالعكس، يعني الشعب السوداني يسخر من حميتي. يعني ما معنى هدنة وأنت تستلب بيوت المواطنين؟ وما مع اليوم نهار اليوم سلبوا مجموعة من عربات المواطنين وذهبوا بها إلى الأسواق ليشتروا الأضحيات ويسحبوا بها إلى البيوت المغتصبة. الصورة في 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 مربع قوى التمرد هي صورة مضحكة وصورة مثيرة جدا للسخرية ومثيرة للامتعاض، إنه هذه القوات تتحدث عن هدنة هي موجودة في بيوت المواطنين وموجودة في المستشفيات وموجودة في الطرقات، تتمركز في الطرقات وتسلب المواطنين حتى مدخرات العيد، وهم متجهين إلى بعض الولايات ليقضوا أيام العيد هناك، يتم سلبهم ويتم نهبهم. فأي هدنة؟ هذه هدنة لا تبارح شفتي التي قال حبيتين كان حيا أو كان ميتا، ودبجت هذه الكلمة بالذكاء الصناعي، وأصبح الشعب السوداني أصلا يشكك في مثل هذه التصريحات ويشكك في الجهة التي تنسب لها حمايتي نفسه. إذن يعني تؤكد الآن أنه لا هدنة في عيد الأضحى المبارك؟ قوات التمرد الآن سيرت مجموعة من المسيرات إلى قاعدة وادي سيدنا وتصدى الجيش السوداني لها. بالعكس، الفريق البرهان خرج قبل قليل في بيان، لعلك يعني تسعف بهذا البيان، وذكر أن الجيش السوداني سيوقف العمليات القتالية غدا يوم العيد بمناسبة يوم العيد حتى يتمكن الناس من أداء صلاة العيد وشعائر العيد. هذا ما أعلنه البرهان قبيل نصف ساعة يعني من الآن. ولكن دعني أقول لك أن المواطنين في السودان والمواطنين في ولاية الخرطوم أصبحوا يطالبون الجيش ويمارسون ضغطا عنيفا على الجيش بضرورة أن يواصل الجيش عملياته العسكرية لحسم هذا التمرد وقطع هذه الأيام التي استطالت في محنة الحرب التي يعاني منها جل أهل السودان. يعني هناك أمر مهم دخل في الأحداث الآن، وهو دخول الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على خط الأزمة. ما تأثير هذا الدخول على مجريات ما يجري في السودان سريعا لو سمحت لي؟ الحقيقة بالتأكيد هي لديها تأثير، لأنها تشد الأطراف وتعمق الجراحات الموجودة أصلا في هذه المناطق. والأهم من كل هذا مؤشر أن المجتمع الدولي والإقليمي
الذي خطط لهذه الحرب يريدها أن تستمر، ويريد أن ينهك الجيش السوداني، ويريد أن يدخل الجيش السوداني في حرب استنزاف. ولهذا نحن نقول أن الحرب ليست ضد حميتي، الحرب ضد هذا المخطط الدولي الخبيث الذي يحرك كل الأطراف. يعني لاحظ أن حميتي والحلو على أعداء مستحكم، والآن يؤدون دورا واحدا هو في اتجاه إنهاك الجيش السوداني واستنزاف الجيش السوداني، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى يستطيع الجيش أن يتجاوز هذه المحنة وهذه المحطات كما تجاوز غيرها. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السوداني الأستاذ حسن إسماعيل، شكرا جزيلا لك.